مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كعك باليانسون. عنا 4 كوب ونص طحين نخلتن، 1.5 كوب سكر بودرة كمان نخلتن، 1 كوب زيت نباتي، 1 كوب حليب، 1/2 كوب نشا، 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر، وبدي استعمل كمان 1 ملعقة صغيرة فانيلا، بيضة، 1 ملعقة صغيرة ينسون ناعم، 1 ملعقة صغيرة ينسون حب، ورشة ملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بحط فوق طحين ينسون، كمان البيكنج باودر، نشا، بنحركهم مع بعض. هلا بجط تاني بحط سكر بودرة، ملعقة صغيرة فانيلا، بيضة، رشة الملح، حليب، زيت، بخلطهم منيح مع بعض. بس خلطناهم منيح، هلا بحط شوي شوي طحين وبعجن. هلا بحط الكمية الباقية وبعجن بالإيد. أول شي منحس العجينة رخوة، بس كل ما عجناها كل ما شدت على بعض أفضل. طهينا من العجن، لازم تكون العجينة بهيدا الشكل. إذا طلعت شوي رخوة فينا نرش رشة خفيفة طحين لتصير بهيدا الشكل. هلا بدي أعمل أنا وياكم العجينة عشان نحطها بالفرن. بعملها بهيدا الشكل. وبحطها على ورق الزبدة كمان نفس الشي، بعملها بهيدا الشكل. بنحطها على ورق الزبدة. هول الكعكات بعد ما حطيناهم على ورق الزبدة، هلا بدخلهم على فرن حامي مسبقا درجة حرارة 200. هيدا الكعك اخذ بالفرن حوالي 8 دقايق. هيدي كمية الكعك اللي عملتها أنا وياكم، بتنفع لجميع المناسبات، وهيدا الشكل النهائي. طريقة تحضير الكعك بنكهة الكاكاو. عنا طحين، 2 كوب سكر بودرة، 1/2 كوب نشا، 3/4 كوب كاكاو، 1 كوب زيت نباتي، 1 كوب حليب، 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر، بيضة، كمان بدي استعمل 1 ملعقة صغيرة فانيلا، و1/4 ملعقة صغيرة ملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط فوق طحين نشا، بيكنج باودر، كاكاو، خلطهم مع بعض. بسم الله.
أكيد نخلت طحين والسكر والكاكاو. خلطتهم بهذا الشكل، هلأ بحطهم على جنب. هلأ بجاط تاني بحط الزيت الحليب الملح ملعقة صغيرة فانيلا بيضة. بخلطهم منيح مع بعض بحط السكر. بسم الله كمان بخلطهم. بس خلطتهم منيح، هلأ بحط خليط طحين شوي شوي وبحرك. بسم الله إذا منا الكعك أكتر حلو فينا نزيد سكر بعد. هلا بحط الخليط الباقي. بنحرك كمان. بسم الله. هلا من الأفضل اعجنهم بالإيد. ممكن نحتاج بعد حوالي نص كوب طحين حسب نوعية الطحين. كمان راح ازيد نص كوب طحين. عجينتها وطريقتها كتير سهلة، يعني اذا رخوي منزيد طحين ما في مشكلة، ما بتنتزع العجينة ولا شي. خلصنا خلطهم بهيدا الشكل، هلأ بدنا نكفي الطريقة. بعد ما صارت العجينة بهيدا الشكل شفتوا كيف؟ إذا عملناها بتصير بهيدا الشكل فينا نستعملها. هلأ لنشكل العجينة. عندي زيت نباتي كمان، إذا لزقت العجينة واحتجت الزيت بغط إيدي. بشكلها بهيدا الشكل، بعملها أقراص صغيرة أفضل. بهيدا الشكل وبحطهم على ورق الزبدة. نفس الشي بعملها بهيدا الشكل وبحطها على ورق الزبدة.
بقلي بعد ما حطيتهم على ورق الزبده، هلا بحطهم بالفرن. هول الكعكات اخذوا بالفرن 7 دقائق، هلا بحطهم على جنب لا يبردوا. هول الكعكات اللي عملتهم انا وياكم، لنشوف مع بعض كيف طلعوا. هيدا الشكل. هول الكعكات اللي عملناهم مع بعض. بتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.